ولا ليال عاو هد ألا يلهدو وحاوح كتها بنينا نرشي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صحابي كميلا صحابي أن عاو كهالينو وللنبي عليه الصلاة والسلام مركي أبينك ليلة الإسراء والمعراج والنبي وشنضى وقال عليه الصلاة والسلام ومقلي شنقل كبيه وشنضى كبيه مقلي النبي عليه الصلاة والسلام ولنك أمه ري كعبة كرة الله أكبر أصدقاء آدمية ولنك أي شنضى أحيستي إنك شنضة وحي شنو ما شنضة إذا أحي استي من كاس من الوحي صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى ثلاثة سدح من بيت شنضة أحي استي على إله حلم إيمان يا رقاس إله حلم إيمان يا أم معي وعلي بن أبي طالب يا عمار أذكرنا سامي يا بلال الحبشي ونكاوية ومؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وكن نبيه آذاني آذانك عدك معانا نبيه عدك سؤال شعلا بلال من بعد النبي قال له آذانك يا ليدي بانية مركز النبي بلال إدا سيكا عد معانا منك مؤذنك علمته وحينا وين عد معايا عد معانينا ولا سكا منا ولا برطة منا إله وقفك السيئة يعني قفك وإنه سكت بيه عد معانا وكو آدامي وشر طبا كسو إسلام آذانك آذانك فضل بذنب ليه نلد عليه الصلاة والسلام وحأيري من أذن 12 سنة وجبت له الجنة منك اللبئية تبصنا آذاما وحا واجب أم قضي شنضع وقالب النبي عليه الصلاة والسلام وحا يقرى قف والبؤو آذاك سمق لأجر بالله وقرى مال والبؤو آذام 60 حسنة آذاك لحد الحسنة لقرب للنبي عليه الصلاة والسلام إقامة سنة 30 حسنة صد الحسنة لقرى يعني وسياشا آذاك والبؤو إليه حديث كنا هو الصحيح الشيخ الباني با كسعيدي ابن ماجه نوصى صاري وحكى النبي عليه الصلاة والسلام مؤذن كوالودن بدافع انت عدك تشيدو يا لودن بدافع وأجره مثل أجر من صلى معه من الله منك لتك ذي أوتن أجر بكيل يا مؤذن أجر بكيه لي أجر بالله رقرة الفرد يقول حديث الله صحيح وحو البقو قيل أما انجلسن يابس يا رضب لضضب أجر بالله رقرة دول النبي عليه الصلاة والسلام وحاولي للنبي مؤذنين توحي ما دان مالك قيامه يكو قربه أي ما دان بكوي كسعين كان إيا كان إيا ولا قرن إيا على مروية سيدا أوجه منك مؤذن كوين عدنا عناده مؤذن كالنبي عليه الصلاة والسلام بلال بوح أدو عدنا عنا حضما لدي نبي عليه الصلاة والسلام